الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ أهلا عامله ايه؟ وسهلا، ازيك يا شيرين؟ اتفضلي. ازاي فضلت الشيخ؟ الله يبارك اخباركم في ايه؟ حضرتك، أهلا كل سنه وسهلا. وانتم طيبين. حضرتك بخير. انا كنت عايزه اسال سؤال بخصوص الحج. اتفضلي. هل لو حد، يعني مثلا واحد معاه فلوس عشان يجوز بنته وفي نفس الوقت عايز يطلع يحج، هل من المفترض ان هو يفضل ايه عن ايه؟ يعني هو المبلغ واحد خلاص، ما المبلغ عندوش واحد. تاني ومش هيجي له فلوس، يعني خلاص ما عندوش فلوس يعني. لان دايما احنا زمان، يعني زمان كانوا بيقولوا لنا دايما ان اللي عنده بنت للجواز او عنده بنات للجواز يجوزها الاول وبعد كده يبقى يفكر في الحج. هل السؤال ده، يعني هل الموضوع ده حقيقي طيب حاضر ولا حاضر الفريضة الاول وبعد كده نبقى نفكر في حاجة تانية؟ حاضر ماشي. سؤال رائع. طيب أم محمد بتصلي وتقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، هو أشهد أن لا مش إله واجب عليه، إلا وإن الله. أقامت فهذا خير، يعني مش لو واجب هي حتى الإقامة. واقفة لوحدها. تقيم، دي من السنة إن تقيم، الله، تعمل الإقامة وتصلي. طب ما أقامتش لا يؤثر في الصلاة، تمام. تمام. طب حلو وإن أقامت فلها ثواب. حلو قوي، ليها بالظبط. ثواب الإقامة دي، طبعا. ليها ثواب لوحدها. طبعا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله. يفتح عليك يا شيخ. دعاء هو بس كده. كده صح؟ بس دي طيب، الإقامة. سجدة التلاوة تسجد وهي قاعدة بتقرأ. بص يا فندم، سجدة التلاوة عشان نبين للمشاهدين عبارة عن 14 أو 15 سجدة في القرآن الكريم، على مدار القرآن الكريم بيبقى فيها علامة سجادة كده. العلماء اختلفوا، يا ترى دي تحسب كصلاة؟ وناس تاني قالوا لا، ليست بصلاة. فاللي حسبوها كصلاة قال لك اشترطوا فيها طهارة الثوب وطهارة المكان واستقبال الايه، القبلة، وستر العورة. ده بس اللي قالوا كصلاة. وبعضهم قالوا لا، هي ليست كصلاة لان ما فيهاش لا تشهد ولا فيها تكبيرة احرام ولا هي لها وقت اصلا. وانا مع الرأي ده. فاتجهت للقبلة خير وبركة، ما اتجهتش خير وبركة. يعني ممكن يسجد من غير القبلة. حتى لو من غير وضوء، ماشي. حتى لو من غير وضوء، طيب بس حتى يسجد، لغير القبلة، يعني قاعد في القطر وبيقرأ ما فيش مشكلة. يقوم عامل مثلا ايوه، ساجد كده يومئ. العلماء قالوا لو لم يستطع يشير كأنه ايه، سمعنا سجد. واطعنا. في ناس سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، كأنك ايه انت سمعنا وطعنا؟ ما سمعنا بيقولش، واطعنا، يعني هو ربنا بيقول فاسجدوا، فانا بقول مش سمعنا بيقول واطعنا يا رب لامرك يعني. ايه ده، مش بنقول سبحان سبحان لا، ربي ده انا الاعلى. سمعنا واطعنا في ايه، في تنفيذ الامر، انما انما في واحنا السجود بنسجد بنقول سبح، سبحان سبح ربي اقول الاعلى. اي شيء. بس هو فيه ورد ذكر في سجود التلاوه، ماشي. ايه الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حاجه عن ابي سعيد الخدري عن النبي قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه، سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله احسن الخالقين. طب مش قادر اقوله، قول مش اي حاجه، حافظينها. ولو مسكت خالص مفيش حاجه. سيدنا ابو سعيد الخدري بقى راى رؤيا بيقول لك قرات سوره ايه سجده وانا تحت شجره، فسجدت فسجدت الشجره بسجودي في الرؤيا، فسمعت الشجره تقول اللهم اجعلها لي، اللهم اجعلها لي عندك زخرة، اللهم اجعلها لي عندك زخرة، وارفعني بها عندك أجرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فرحت قلتها للنبي، فسجد النبي وقال نفس هذا الكلام، اللهم جميل. اجعلها لي إيه؟ عندك زخرة، وارفعني لها، وارفعني بها عندك أجرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. التكبيرة بين السجدتين عادي، المفروض مش لازم تعمل، ارفع ايدي خالص، مش ما لازم فيش رفع ايد نقول خالص. فيها ايه؟ هو الرفع السجدتين فيه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اصح ما ورد في الذكر بين السجدتين. ناس كتير مش عارفاها، ان انا خلصت السجده الاولى بقعد استراحه كده وبعدين اقول السجده الثانيه. كان الرسول بيقول لي اللهم اغفر لي ولا وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، خمس حاجات. اقول تاني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، مش قادر اقول، قول اي دعاء. انا بقول اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين. وماله، ماشي. بس هو الالتزام باللي ورد عن النبي افضل ان استطعت. طيب ماشي. طيب شيرين بتقول الاب معاه فلوس، يا يجوز بنته يا يحج، ايهما اولى؟ ما عايز اقول لك، ده فرض وده فرض. طيب يعمل ستر ايه؟ البنت فرض، وفي الزمن اللي احنا فيه ده ستر البنت اولى. والحج يعني ياخد الثواب، هيجيله ياخد وان شاء الثواب. الله وخدي يجيله بالك، ويدعي بقى. ببركة ستر انثى ربنا هيرزقه بالحج. يعني يجوز البنت ويسترها وان شاء الله ربنا يبعت له حد ايوه، عارف. هو وده الفلوس اللي دي بايد بنقوله يا حد؟ فندم من الناس اللي بيكرروا الحج. انت حجيت مره واثنين وثلاثه، حجك حد تاني؟ حجك حد تاني، او استر بنات، او استر اسر، او سدد ديون، ده اولى.